حلقة جديدة اليوم أنا وزميلي أحمد هنحكي عن موضوع النصائح اللي لازم نعطيها للناس اللي عم يشتروا عقار لأول مرة بحياتهم. شو النصائح المهمة؟ لخصنا الموضوع بثلاثة أو أربع نقاط الموجودة عندك، خلينا نفيد الناس. حلو كتير سام، أنت اليوم كشخص حاب يشتري عقار لأول مرة بدبي، أول نصيحة أنا بعطيك إياها دائما توجه للشخص الخبير في مجال العقارات، تمام؟ يعني لا سمح الله أنت اليوم تعبت أو مرضت، لا سمح الله، عم بقول لا سمح الله مشان فاول عليك، تمام؟ تتجه دائما للدكتور لأنه هو شخص بيعرف كيف يعالجك. نفس الشيء الخبير العقاري، ما تسمع من الناس اللي حواليك اشتري في هاي المنطقة واشتري في هاي المنطقة واشتري في هاي المنطقة، هدول الناس ما في عندهم الخبرة الكافية في مجال العقارات. الخبير العقاري هو شخص موجود على أرض الواقع، عارف السوق، عارف كيف يعطيك الأرقام، عارف كيف ارتفاع سعر العقار هون، شو سعر العقار بهاي المنطقة، هو شخص بيقدر يساعدك بالنقطة هاي. وأهم شيء هالخبير العقاري بيعرف أرقام البيع وأرقام الشراء. صحيح. بالتحديد. صحيح. ما بيعرف يعني أرقام من خياله عم بجيبها. بالضبط. بجيب لك أرقام مظبوطة. صحيح صحيح. ومعطيات حديثة. صحيح. كله طبعا جاي من DLD دبي لاند. من دائرة الأراضي والأملاك. صحيح. تمام. هاي أول نقطة. تاني نقطة، أنا اليوم كشخص بدي أشتري عقار بدبي لازم أحدد هدف شرائي للعقار. تمام. هل هو بهدف الاستثمار أو بهدف السكن؟ خلينا نمشي فيهم طبعا واحدة واحدة. طبعا بتفرق كتير. انا اليوم كشخص بدي اشتري عقار بهدف الاستثمار بدبي، تمام، في اماكن كتير بدبي ممكن انا اشتري فيها عقار قيد الانشاء على الخارطة ما زالت خام، وضروري نحدد انه في شغلتين اساسيتين لما نشتري عقار لهدف الاستثمار اللي هو زيادة رأس المال بالمستقبل والعائد الايجاري. طبعا العائد الايجاري صحيح، بس زيادة رأس المال هي بوجهة نظري أنا هي مهمة كتير للمستثمر. طبعا أكيد. صح ولا لا؟ لأنه هذا اللونج تيرم انفستمنت اللي هو الاستثمار على المدى البعيد. بالضبط. تمام. في أماكن كتير بدبي أنت بإمكانك تشتري فيها عقار قيد الإنشاء على الخارطة وتستفيد من زيادة رأس المال، تمام؟ ولكن لو أنا حاب أشتري عقاري هذا بهدف أني أنا أسكن فيه، في عوامل كتير بتأثر بالموضوع هذا، أهمها الاحتياجات اليومية لإلي أنا كشخص ساكن بالعقار هذا. شو المقصود بالاحتياجات اليومية؟ الأماكن اللي أنا بروحها، وين الأماكن اللي أنا بزورها، قرب الموقع تبعي اللي هو سكني للأماكن اللي أنا بزورها، زي شغلي، إذا أنا متزوج عيلتي وين بتروح، إذا أنا كمان متزوج عيلتي شو بتحب الكوميونيتي اللي أنا عايش فيه، هل في مناطق ألعاب للأطفال، في سوبر ماركت، مخدوم، خدمات توصل ومواصلات، هاي كلها شغلات وعوامل بتأثر. وأهمها يعني مكان عملك تقريبا والمدارس. والمدارس لأولاد. صحيح. أكيد أكيد. تمام. وهذا الشيء بياخذنا على نقطة ثالثة اللي هي الموقع. بمجرد انه انا حددت هدف شرائي للعقار بصير اعرف وين بدي اشتري العقار، احدد الموقع تبعي بكل سهولة لانه انا خلص حددت هدفي من شراء العقار. تمام؟ تمام. رابع نقطة وهي المهمة اللي هو انا اليوم كشخص بده يشتري عقار، الفلوس اللي بدي اطلعها من جيبتي اللي هو سعر العقار نفسه. بتعرف سام، دائما رأس المال جبان. انا لو معي الكاش بالكامل شوي بخاف اني انا احطه مره واحده. صح. بدبي في شغله كتير حلوه للمستثمرين او للاشخاص اللي بدهم يشتروا عقار بهدف انهم يسكنوا، بيقدروا يحصلوا على خطه سداد من المطور. المطورين العقاريين اللي موجودين بدبي بيعطوك خطط سداد من غير فوائد، ممكن سنه على سنتين على ثلاثه، بتوصل في بعض الاحيان على 5 سنوات. صح. انك تاخذ عقارك بصفر فايده. صح. وهذا إشي كتير حلو بدبي وإشي كتير بميز دبي والمطورين العقاريين اللي موجودين بدبي. بالضبط بالضبط. هلا طبعا هيدا الموضوع نحن لخصناه بكذا نقطه على السريع، بس اذا حابين تستفسروا بزياده عن مشروع معين، واذا حابين احمد او انا نفسر لكم عن مشروع معين وشو الاهداف من شرائكم لاي عقار، تواصلوا معنا ونحن بنساعدكم بالموضوع. بنشوفكم بحلقه جديده. باي باي.